السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف العاشر. اليوم رح نشرح درس الكائنات الحية في بيئتها لمادة العلوم الحياتية. أولا سوف نتعرف على الموطن البيئي، والموطن هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويشمل جميع العوامل الحية وغير الحية. من الأمثلة على المواطن البيئية يوجد في محمية ضانة حيوان الوشق الذي يتغذى على الطيور والثدييات الصغيرة، التي تعتبر محمية ضانة مثال كبير لعدد كبير من الكائنات الحية التي تعيش بها. ثانيا رح نتعرف على النمط الحياتي البيئي. ماذا نقصد بالنمط الحياتي؟ يعرف بأنه دور الكائن الحي ومكانته في النظام البيئي وتفاعله مع الكائنات الحية الأخرى واستغلال الموارد المتوافرة، يعني دور الكائن الحي في البيئة، بالإضافة إلى تفاعله مع الكائنات الحية. مثلا زي ما حكينا عن الكائن الكسلان، هو ما بتفاعل مع أي من الكائنات الحية، يعيش على أغصان الأشجار، وعدد عدد صغير جدا من الحيوانات بتقوم بافتراسه. واستغلال الموارد المتوافرة، في كائنات حية تظهر عندما تكون في موارد متوافرة إنها تنمو، في كائنات طول ما في موارد متوافرة ما بتظهر أبدا. ما هي الموارد المتوافرة؟ هي جميع الأدوات التي يستعملها الكائن الحي للحصول على الطاقة اللازمة لبقائه، وتعتمد على 1- مدى تحمله للظروف واستغلالها للحصول على غذائه، و2- تحديد موقعه في الشبكة الغذائية. وبنعرف الشبكة الغذائية هي مجموعة كبيرة من السلاسل الغذائية المترابطة مع بعضها. العوامل المؤثرة على النمط البيئي: 1- العلاقات الغذائية مثل التنافس والافتراس والتطفل. 2- الحيز البيئي وهو الظروف البيئية والحيوية وغير الحيوية مثل الغذاء ودرجة الحرارة والرطوبة. ومثال على طرق الاستفادة من الموارد المتوافرة: مثلا الغزال يتغذى على الأعشاب، بالمقابل الأسد يستخدم هذه الأعشاب لتمويه الغزال أو افتراسه. طبعا عاشر احنا حكينا عن التنافس والافتراس والتطفل، هي علاقات غذائية بين الكائنات الحية. الحيز البيئي يعني هي الظروف البيئية المحيطة، من ظروف بيئية حية وغير حية. الحية مثل تكون الغذاء إذا كان كائن حي بتغذى على كائن حي آخر، والغير حية درجة الحرارة الرطوبة والماء وغيرها. ثالثا الإقصاء التنافسي، والإقصاء التنافسي هو تنافس بين أفراد نوعين من الكائنات الحية على المورد نفسه، بحيث يستطيع الكائن الأكثر قدرة على التكيف بالبقاء، وبالمقابل يكون الكائن الحي الآخر معرض للانقراض. مثلا عندنا هنا الصورة تنافس النحلة والفراشة على الزهرة نفسها، يعني بكون عندي مورد محدد، هذا المورد بتنافس عليه أكثر من كائن حي، زي مثلا الغزال ممكن يتنافس على أكله، النمور ممكن يتنافس على أكله، الأسود أو الذئاب أو الثعالب أو أي كائن حي مفترس آخر. يعني الكائن الحي هذا مجموعة كبيرة من الكائنات الحية بتتغذى عليه وبتتنافس عليه، فبالتالي اللي بيكون أقوى هو بيستطيع إنه يتغذى عليه ويأكل ويعيش مدة زمنية أطول ويضمن البقاء، أما الأضعف راح يصير عدد كائنات الحية تبعته أقل ويكون معرض للانقراض أكثر. رابعا المكافئ البيئي، هي نوع تحتل مكانه متماثلة ولكنها تعيش في مناطق جغرافية مختلفة. إذا أنواع مختلفة بتكون عايشة في مناطق جغرافية مختلفة. إذا مثلا عندنا نوعين من الضفادع، ضفدع مانتيلا وضفدع مدغشقر. هو الضفدع مانتيلا يسمى ضفدع مدغشقر والضفدع السهمي السام في أمريكا. هما طبعا الضفدعين هدول لهما نفس نمط الحياة، لكن لا يتنافسان على نفس الموارد لأنه كل منهما في منطقة جغرافية مختلفة. إذا من الأمثلة على المكافئ البيئي أنه يكون عندي كائنين حيين بيحتلوا نفس المكانة لكن بتنافسوا في أماكن مختلفة بسبب وجود تباعد جغرافي بينهم. زي نرجع نعيد، عندنا ضفدع مانتيلا الذي يعيش في مدغشقر وضفدع السهم الذي يعيش في أمريكا، هذول الكائنين متشابهين ولهما نفس نمط الحياة لكنهما لا يتنافسان على نفس الغذاء بسبب وجودهما في مناطق جغرافية مختلفة.
هسا بدنا نحكي عن العلاقات بين الكائنات الحية. أول علاقة هي التنافس، وكل التنافس هو تفاعل بين الكائنات الحية على موارد محدودة مثل الماء والغذاء ومنطقة النفوذ والشريك اللي هي المقصود بها التزاوج. زي مثلا بنشوف عنا الغزلان ممكن إنها تتنافس الذكر على أحد، هنا كائن الأيل هي نوع من أنواع، أعتقد إنها نوع من أنواع الأنثى الغزال، وهي بتتنافس فيما بعضها على علاقة، وهي من أحد أمثلة التنافس. أو عندنا النوع الصورة الثانية اللي على الشمال بتبين تنافس مجموعة من الكائنات الحية المفترسة على كائن حي واحد. العلاقة الثانية هي علاقة التكافل، وعلاقة التكافل هي علاقة بيئية بين كائنين من أنواع مختلفة تعيش في النظام البيئي نفسه. وعندنا ثلاث أنواع من أنواع التكافل، هي التقايض والتعايش والتطفل. والمقصود أول إشي بالتطفل هي مثلا انه يكون عندي يرقة الفراش، تموت يرقة الفراش بسبب التهام يرقات الدبور لأعضائها. اذا التطفل بتيجي يرقات الدبور بتاكل يرقات الفراش. التعايش زي مثلا العث الصغير على رموش الانسان يتغذى بافرازات الدهنية الجلدية من الجلد الميت دون احداث اي ضرر، يعني انها بتعايشوا مع بعض بتغذى وبيستفيد لكن هو ما بيسبب ضرر للانسان. اما التقايض هي بتتغذى بعد انواع الخفف فيش على ثمار نوع من الصبار وتحتوي بذورا غير قابلة للهضم ثم تنشرها في أماكن عند طرح فضلاتها. يعني التقايض الاثنين رح يستفيدوا، زي مثلا الخفافيش بتأكل الصبار، البذور الموجودة في الصبار ما بتستطيع تهضمها عن طريق عملية الإخراج، بتنقلها إلى أماكن أخرى بتساعد على نمو الصبار فيها. زي ما احنا شايفين عنا الصورة الأولى هي علاقة التطفل، انه الكائن حي يقضي على كائن حي آخر، زي اليرقات الدبابير بتاكل يرقات الفراش. النوع التقايض الخفاش باكل الصبار وبنشر بذوره، الاثنين رح يستفيدوا. والنوع الثالث العث بعيش على رموش الانسان، الانسان ما بتضرر ولكن العث يستفيد انه حصل على غذائه. وهيك بنكون يا عاشر خلصنا الدرس، يعطيكم الف عافية، بالتوفيق للجميع.